كنوز الدراما. أصل الراديو، أصل الراديو. ست الحسن. ست الحسن تمثيلية مسلسلة من تأليف عبد القادر التلمساني وإخراج علي محمود. أنا شاهين محمد جد أحلام، بطلة حلقات ست الحسن. لما لقيت أحلام قاعدة لوحدها في البيت الكبير، فضلت أجي أقعد معاها، يمكن أقدر أعوضها شيء من الحنان اللي فقدته بموت أمها وأبوها. وساعدتني على كده فاطمة اللي أحلام اتربت على أيديها. وفي يوم فوجئنا بأن شوكة عم أحلام الوصي عليها عاوز يطردنا من البيت اللي هي ورثاها عن أبوها علشان يستغلوا مصنع له. حاجة غريبة، مفيش نهاية لشره البني أدمين دول. دول ما يعرفوش ربنا، دول عبيد المال، مش مكفيه الأطيان والعمارات، عاوز يستولى على بيت البنت اليتيمة. ورفعت ضده قضية، وشاءت الظروف إننا نخسر القضية. إنما الشيء اللي مش قادر أتصوره، إزاي المحامي بتاعنا اللي هو خطيب أحلام عاوزنا نصطلح مع عمها. وأخيرا جه عمها عاوز يطردنا من البيت بالقوة. أنا همشي يا أحلام، عندي قاعدة شوية سعدية، أنا عيانة. بلاش دلع بقى، عينه ايه وبتاع ايه؟ مش اول ما سمع ان ست الحسن مش عايزه تقابله وشه انظرط بعد عنك وراح مستأذن على طول. شيل صينيه الشاي دي يا دادا فاطمه من فضلك. حاضر. مستعجله على المروح ليه يا سعديه؟ يعني هتذكري؟ اسكتي اسكتي، مش التلفزيون وصل؟ ده انا ناسي اقول لك من الصبح. جبتوا تلفزيون؟ اخيرا وصل. مبروك يا سعديه. لازم تيجي مره عندنا تتفرجي عليه احلام، بذمتي مسلي وظريف خالص. مش هتجيبوا تلفزيون؟ يمكن. لا ضروري تجيبوا ان شاء الله. عن اذنك انا بقى يا احلام، معلش ما تزعليش، اصلا لازم اروح. شعلك كيفك، مع السلامه سعدي. ايه قاعد لوحدك ليه يا احمد؟ ما بتتفرجش ليه على التلفزيون؟ والله يا سعدية أنا عاوز أخلص مشروع الجمعية الليلة علشان أقدمه لاتحاد الطلبة بكرة الصبح. بحق اديت الكتاب لأحلام؟ أيوة. على فكرة أنا عايز أقولك حاجة هتتبسط منها جدا. خير؟ أحلام يمكن تفسخ خطوبتها مع المحامي. وتفتكري برضو دي حاجة تبسط؟ الله، أنت مش كنت عايز تخطبها؟ أيوة، لكن خلاص فسخت خطوبتها؟ لا لسه، لكن باين الموضوع مش هيتم. هي رأيها كده. وهو رأيه ايه؟ هو مين؟ الأستاذ المحامي. محدش عارف له رأي، إنما أحلام نفسها بدت تعيد نظر في مسألة ارتباطها بيه، لأنهم الظاهر مختلفين في حاجات كتير. طيب اوعي تقول الكلام ده الكمال أو تجيبي له سيرة بالموضوع نهائي. ها يا خبر يا أحمد، هو أنا مجنون أقول الكلام ده الكمال؟ حكيم، أنا عارفك، كل حاجة بتحكيها له، زميلته في الفصل ومعاه فريق التمثيل، واخدين على بعض زيادة عن اللزوم. وافرض بقوله على كل حاجة، هقوله على حاجة زي دي وليه لا؟ انا عارفة ان كمال كان معجب باحلام وعايز يخطبها، لكن انا طبعا مش من مصلحتي انه يخطبها، وانت عارف كده كويس. ايوه انا عارف وساكت، وهي جات مناسبة عشان اكلمك بصراحة في الموضوع. يا سعدية،
يا سعدية كمال ده إنسان أهوج وطايش ولعبي، معروف في الكلية إنه مش نافع. لا كان زمان الكلام ده، السنة اللي فاتت مثلا، إنما السنة دي كمال حاجة تانية خالص. حاجة تانية خالص يعني إيه؟ اتغير في إيه؟ ما هو سايب دراسته ملتفت للتمثيل، ده حيضيع نفسه بالشكل ده، وبكرة تشوفي وحفكرك يا سعدية. على كل حال أنا بحذرك منه، بلاش تحلمي وخليكي عاقلة، كمال ده ما ينفعكيش يا سعدية. أنا مش فاهمة أنت قصدك إيه؟ بصراحة قصدي تقطع علاقتك بيه ده إذا أمكنك. أنا ما فيش بيني وبينه أي علاقة غير الزمالة، ثم إن كمال وأنا نعرف بعض من سنين طويلة، وكلنا متربيين مع بعض في عين شمس، وكنا بنلعب مع بعض وإحنا عيال صغيرين، يعني إيه أقطع علاقتي بيه؟ طيب روحي شوفي ماما لأنها كانت عايزاكي، ونقفل الموضوع ده خالص. برضو أحسن. أنسة أحلام. أيوه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. إيه مال دراعك؟ أنت لسه ربطها؟ هو لسه تعبك ولا؟ الحمد لله دلوقتي أحسن، الجرح اللي كان في إيدي قرب يخف. على كل حال الاشتراك في المظاهرات كان تجربة جادة بالنسبة لك. فعلا. أنت رايح المكتبة؟ أيوه. أنا كمان رايح، اتفضلي. قريت الكتاب اللي بعتهولك مع سعدية؟ لسه ما خلصتوش، في معلومات كتيرة جدا وجديدة عليا، يعني الواحد ما كانش يعرفها قبل كده. أنا بفكر أعمل جمعية ثقافية باسم جمعية لومومبا لتحرير إفريقيا، إيه رأيك تنضم ليها؟ ما عنديش مانع، بالعكس أنا شايفة أن إحنا لازم نعمل حاجة، وفكرة الجمعية دي فكرة كويسة جدا. أنا قدمت المشروع لاتحاد الطلبة النهاردة الصبح. وكلمت الأستاذ شرف وهيشترك معانا. كويس خالص، أنا ما فيش حاجة هزتني في الدنيا أكتر من مأساة لومومبا. سجنوه وعذبوه وبقوا يضربوه على دماغه بشكل وحشي لحد ما فقد بصره، وبعدين ضربوه بالرصاص ورموا جثته في مكان مجهول. جريمة بشعة لا يمكن السكوت عليها، لأن لومومبا ده بيعتبر رمز للتحرر الإفريقي، والاستعمار طبعا اغتاله علشان كده. يا سلام يا أحلام، أنا سعيد جدا اللي بسمع الكلام ده منك. دي حقيقة يا أستاذ أحمد، أنا طول ما أنا راقدة في السرير تعبانة وحرارتي مرتفعة اليومين اللي فاتوا دول، وأنا بفكر في الحكاية دي وعمالة أشوف قدامي مناظر وحشية وتعذيب وسجون وناس بتصرخ، تقريبا كنت بهلوس والله كده. ده اللي حصل. الله، دي سعدية جاية. اسمعي يا سعدية، هتشتركي معانا في الجمعية؟ جمعية إيه؟ الأستاذ أحمد هيعمل جمعية ثقافية لتحرير إفريقيا. ها؟ دي جمعية ثقافية. طبعا لازم تشترك. وكمال اعتقد انه هيشترك، ولا ايه يا كمال؟ ها؟ مش هتشترك معانا في الجمعيه؟ انا هشترك. صباح الخير اولا. صباح النور. انتوا عاملين اجتماع على باب المكتبه ولا ايه؟ لا يا راجل، لا اجتماع ولا حاجه. على فكره سعدي، الاستاذ شرف عامل لنا اجتماع في المدرج 78 بعد المحاضره الاخيره، عايزين نحدد المسرحيه اللي هنقدمها السنه دي، ونبتدي بروفات الحفله الشهر الجاي ان شاء الله. احلام، ما تيجي احلام تحضر الاجتماع ده معانا؟ لا، انتوا عاوزين تورطوني زي السنه اللي فاتت. لا يمكن. يا كمال، احنا عاوزين نعمل جمعيه ثقافيه لتحرير افريقيا، ها تنضم؟ انا ما عنديش مانع انضم لاي حاجه. ايه رايك يا سعديه؟ سعديه هتكون معانا، هي واحلام والاستاذ شرف. عايزين نقنع اكبر عدد ممكن من الطلبه علشان يشتركوا معانا. انا شخصيا مقتنعه جدا بالفكره، ومستعده اكلم زمايلي كلهم في القصه. خلاص، ما دام الحكايه كده انا معاكم، بس على شرط تكونوا انتوا كمان معانا وتشجعوا فرقه التمثيل بتاعتنا. الله الله الله. ايه انت هتقلبها هزار ولا ايه يا سي كمان؟ لا والله انا بتكلم جد. الاستاذ شرف ناوي يختار لنا السنه دي مسرحيه من الادب الملتزم، من المسرح السياسي زي ما بيقول. تعالوا احضروا الاجتماع معانا الساعة 2 في المدرج 78، وانتوا تعرفوا، اوكي؟ انا موافقة. خلاص يا ستي، عن اذنكم بقى اروح انبه على بقية الزملاء. استنى يا كمال. انا جاية معاك. يلا ستي. كويس ان احنا ما حضرناش الاجتماع للاخر، كان باين عليهم انهم هيضربوا بعض عشان المسرحيه. انا الحقيقه ما كنتش عاوز احضره خالص لولا اصرار سعديه. ك-
كمال هو اللي كان مصر مستعدية. على فكرة أحلام، انت ايه رأيك في كمال؟ هو في حاجة يعني على شيء من الموهبة، ويمكن ينفع في التمثيل اكتر من اي حاجة تانية. لا انا قصدي يعني ايه رأيك في شخصيته؟ تعجبك؟ تعجبني في ايه مثلا؟ في الحقيقة أحلام أنا شايف إن أختي سعدية ميالة إليه، ومندهش إن اختيارها يقع على شخص بالشكل ده. هو كمال في مجموعه مش بطال، بس أظن إنه منطلق شوية زيادة ولسه ما عندوش إحساس بالمسؤولية. مش كده برضو؟ إنما أنا رأيي أستاذ أحمد إن سعدية حرة في تصرفاتها. أيوة أنا معاكي، لكن شوف بقى توافقني وبعدين تقولي لكن، ده يعتبر تناقض. أيوة لك حق، وهو كذلك أحلام. إزيك يا دادة فاطمة؟ أهلا يا حبيبتي، عنك الكتب يا دنايا. إزاي دراعك دلوقتي يا ست الحسن؟ الحمد لله. هو عمي هنا، أنا شايف عربيته برا. تو دخل قدامك من ربع ساعة. هو مش كان مسافر؟ وهو رجع تاني، محدش عارف جاي ليه، ربنا يستر. أحلام تعالي يا أحلام. نعم يا جدي. تعالي عمك هنا وعاوز يشوفك. اللهم اجعله خير. اهلا وسهلا بست الحسن. مساء الخير يا عم. مساء النور يا حبيبتي. ما تيجي تقعدي جنبي هنا، وحشاني من زمان. متشكره، هنا كويس. انا جبت لك معايا من باريس هديه ظريفه خالص. الحمد لله على السلامه يا عم. الله يسلمك، اتفضلي. الله، الإشارب ده ذوقه جميل خالص. شكرا يا عمي. الحقيقة عزة بنتي هي اللي اختارته. قبل ما أسافر بيوم نزلنا نشتري بعض الهدايا. الواحد له أصدقاء كتير والطمعانين فيه أكتر. على كل حال الهدايا ضرورية في تخليص أعمال كتير، كله ماشي بالهدايا. فعلا، ودي ظاهرة خطيرة. على أي حال عجبتك الهدية يا ست الحسن؟ متشكرة يا عمي. طيب انا مضطر استاذن لان عندي شغل، وانت بقى يا شاهين افندي ابقى اشرح لاحلام الموضوع بعدين. وبعدين ليه؟ ما احنا فيها. عمك اجر لك شقه اوضتين وصاله في الدقي، والعقد اهو. ايه عقد؟ ايه عقد الشقه؟ قدامك اهو على الترابيزه، نفس العماره اللي كنا شفناها سوا يا احلام، فاكره؟ بس مش نفس الشقه ديك، هتاجرت. صاحب البيت بنى دورين جداد، دي اخر شقه فيهم. إيجارها معقول قوي يا شاهين أفندي، 6.5 جنيه في الشهر من غير خلو، لأن صاحب العمارة صديقي. كتر خيره. لكن يا عمي أنا سبق قلت لحضرتك قبل كده إن أنا مش موافقة. اشرح لها يا سيد شاهين موضوع الشركة، لأن أنا ظاهر هبتدي أتنرفز وأفقد أعصابي. سيادتك لا تتنرفز ولا حاجة، فيه قضية مرفوعة بينا، لما يتحكم فيها نبقى نتكلم في موضوع البيت والعزال. القضية اللي حضرتك بتتكلم عليها قضية خاسرة، إنها قضية كيدية محضة. أنا ما كنتش عايز أجيب سيرتها بالمرة لأن معتبرها غير ذات موضوع. يا سلام. أيوة طبعا مؤكد، لأن أنا صاحب الحق الوحيد في إني أكون الوصي على بنت أخويا، والبيت ثبت رسمي في المحكمة إنه بيتي أنا، أنا اللي مشتريه من أخويا قبل ما يموت بسنتين، ودفع له فلوس، وبقية المبلغ أودعته في خزينة المحكمة باسم أحلام. كده مسألة منتهية، وكتر الكلام فيها لا يجيب ولا يودي. بس أنا مش موافقة أبدا أسيب البيت الكبير يا عمي. الفلوس اللي دفعتها البابا زي ما بتقول ممكن حضرتك تستردها ونفسخ العقد وخلاص. أنا رأيي كده. أنت قاصر ورأيك لا يؤخذ بيه. المنطق بيقول إن بيت طويل عريض بالشكل ده ما تسكنوش واحدة بمفردها، يبقى إسراف، تبذير، تبديد أموال على الفاضي. والعدل بيقول إن البيت ده مش بيت حضرتك علشان تطرد أصحابه منه وتستغله لحسابك. أنت عارف إن العقد اللي مقدمه للمحكمة عقد صوري. أرجوك يا شاهين أفندي، أرجوك تحاسب على كلامك ولا تطولش لسانك عليا. صوري يعني إيه؟ وحياة النبي العقد صوري وكله على يدي. اخرصي. إيه؟ أنت إيه كمان اللي تتدخلي في موضوعات بشكل ده؟ أنا إيه؟ أنا أم ست الحسن، واللي يمس شعرة واحدة من رأسها أقطع له دراعه من كتفه. بس يا دادا فاطمة بلاش الزعيق ده، مش ممكن نعرف نتفاهم بالطريقة دي أبدا. الظاهر ما عادش فيه بينا تفاهم. لما خرجتوش من البيت ده أول الشهر هخرجكم بالقوة.
الحمد لله بالسلامة يا شوكت بيه. أهلا أهلا وسهلا، شرفت المكتب يا سعادة البيه. تعال شوف البهوات يشربوا إيه. تشرب إيه يا رفعت بيه؟ أنا الحقيقة بقى مأجل الشرب لما نوصل بيت سعادتك. معلش استعمل واشرب فنجان قهوة. هات ثلاثة قهوة. مظبوط يا شوكت بيه؟ إذا سمحت. وأنا على الريحة من فضلك. يبقى اتنين مظبوط واحد على الريحة. حاضر يا فندم. الحمد لله بالسلامة يا شوكت بيه. أهلا وسهلا. وزي كده باريس على حسك واللي فيها ايه؟ انا كان بودي اقعد في باريس شويه زياده، لكن مساله وضع اموال البلجيكيين وشركاتهم تحت الحراسه هي اللي خلتني اخد اول طياره وارجع مصر طوالي. اهلا اهلا وسهلا. اتفضل قهوه سعاده البيه. اتفضل يا رفعت بيه. ما حكيتناش يا شوكت بيه عن باريس واللي شفته بباريس واخبار باريس. نعم. شاهين محمد افندي عاوز يقابل سعادتك. لا لا خليه ينتظر شويه. حاضر. ايوه يا شوكت بيه، احنا عاوزين نتكلم في موضوع الشركه اولا. ولا ناجل الكلام لما نقعد في بيت سعادتك؟ يكون احسن، لان فتح بيه هيكون موجود، وهو راينا استقر على ان الشركه تكون بتاعتنا احنا الثلاثه بس. نقطه الخلاف الوحيده كانت منحصره في تقدير ثمن البيت الكبير اللي هو مركز الشركه والمصنع، وجبنا لجنه وقدرته ب 12000 جنيه وانتهينا. هو الخلاف كمان كان في السعر اللي حضرتك وضعته ثمن للفدان. يا رفعت بيه، انا كنت متواضع جدا لما قدرت للفدان الواحد 1000 جنيه، لان دي ارض خضروات. انا شايف ان مفيش خلاف بيننا من الناحيه الماليه، وسبق اتكلمنا في الموضوعات دي كتير وبتينا فيها. الخلاف النهارده منحصر في مين يكون مدير الشركه. انا مستعد اكون المدير، لاني انا الوحيد اللي فاضي وممكن اتفرغ للاداره. مثلا شوكت بيه مشغول باداره العزبه والمحلك وشركه الاستيراد، وعنده مكتبه الخاص، وفتح بيه كذلك مشغول في بورصه القطن والبصل وما اشبه. ايه رايك يا شوكت بيه؟ على كل حال الليله ان شاء الله وبحضور المحامي بتاعي وفتح بيه وسيادتك والاستاذ مصطفى هنقدر نصل الى اتفاق نهائي بخصوص كل شيء ونضع مشروع للعقد ونوقعه ان شاء الله. ان شاء الله. استاذن انا بقى. ايه ده، ما هو بدري يا سعاده البيه. الله، لسه ما سمعناش اخبار باريس يا اخي. ايه ولا ايه؟ ده احنا هنتقابل ليله ان شاء الله. لك هديه عندي، ابقى فكرني بيها. ميرسي قوي قوي يا سعاده البيه. انت قاعد يا رفعت بيه شويه كده مع الاستاذ مصطفى، وان شاء الله ميعادنا الساعه 10 في بيت سيادتك. وهو كذلك. أنست وشرفت يا فندم، مع ألف سلامة. الله يسلمك، خليك والله. لا 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 لا، إزاي يا فندم، ودي تيجي برضو. هات الأسانسير يا عبدو. حاضر يا فندم. نشوفك الليلة الساعة 10 إن شاء الله. تحت أمرك يا فندم، مع السلامة. لا مؤاخذة شاهين يا فندم، بس 5 دقايق. على راحتك. اسمع يا مصطفى، أنا عاوز أقول لك بصراحة بيني وبينك ان الشركه دي ما تهمنيش الا في حاجه واحده بس. انا عارف ان اكون انا المدير العام بتاعها. فاهم يا اخويا فاهم. انت عارف ان مشكلتي النهارده اصبحت الوضع الاجتماعي بتاعي. انا صحيح غني وغني جدا، لكن على راي المثل عاطل بالوراثه، وشايف ان انا لو ارتبطت بشركه مبنيه على اسس راسماليه وارباحها مضمونه زي الشركه دي واصبحت انا المدير العام، فده هيكون نقطه تحول كبيره في حياتي. وبدل ما انا عمال ابيع في الارض بتاعتي وبعطر فلوس يمين وشمال، ممكن الفلوس دي استغلها تجيب فلوس وفلوس واضمن اعيش ملك زمان والعمر كله. ايه العقل ده كله يا رفعت بيه؟ انا بتكلم جد. انا عندي النهارده 32 سنه، ولازم الواحد يقف شويه ويبص حواليه ويشوف الدنيا رايحه فين. طب يا اخويا شفت ايه بقى يا ترى؟ انا شايف اني لازم اكون نفسي كويس قوي 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 من الناحيه الماليه، واكون اسره وابقى حضره جناب المدير العام. ولقيت العروسه تقريبا؟ خلاص مبروك، وعقبالنا احنا كمان. الله، انت مش كنت خطبت السنه اللي فاتت؟ كنت. طب وايه اللي تم؟ ابتديت يعني اعيد نظر في الموضوع من اوله لاخره على ضوء الاوضاع الجديده اللي انا اكتشفتها. يعني ايه؟ مش فاهم. لا 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 مش مهم. على كل حال هنتقابل الليله دي عند شوكه بيه الساعه 10. انا يمكن اتاخر شويه، 10:30 11، بس حاجه ضروري. بس ارجو ذلك. لا طبعا 100% جاي ان شاء الله، والنهارده بقى لازم نبت في موضوع الشركه على الاساس اللي شرحته لك. وهو كذلك، مع السلامه. اتفضل يا شيرين افندي. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. لا مؤاخذه يعني عطلناك شويه. اتفضل تشرب قهوه. كتر خيرك.
أنا تحت أمرك. قضية إن شاء الله السبت اللي جاي، وهي متأجلة للحكم، على الله يتحكم فيها المرة دي ونخلص. هنخلص إن شاء الله. أنت مستعجل قوي كده ليه يا أستاذ مصطفى؟ أنت مستعجل أكتر مني يا شاهين أفندي. هي مش قضيتك؟ قضيتي وقضيتك وقضية الجميع، ويهمنا أنها تخلص. هتخلص إن شاء الله، بس يمكن مش الجلسة الجاية ولا اللي بعديها، الجو لسه مش مهيئ للحكم، حاجات كتير بتحصل وبتمهد والظروف مساعدة. هي المسألة إن الواحد يكون يقظ وواعي وشايف الدنيا ماشية ازاي. كل واحد شايفها على مزاجه. ورأيك ان الحكم ان شاء الله هيكون في صالحنا؟ والله دي مسألة بقى يعرفها القاضي وربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله، بس انا شايف ان الحكم هيكون في صالح شوكت بيه المرة دي كمان. ده يعني لو اتحكم فيها وشوكت بيه هيتهيأ له ان الدنيا دي ملك يمينه والسكة قدامه مفتوحة على طول، مش عارف ان فيه جب عميق مظلم كل مدى بيقرب منه ومصيره يقع فيه ويدفن معاه شروره وجرائمه اللي بيرتكبها في حق الناس، كل الناس، حتى بنت اخوه اليتيمة عاوز يغتصب ملكها ويطردها من بيتها علشان يستغله في مشروع من مشاريعه الاستغلالية، مع انه غني غني جدا مش محتاج. على كل حال يا شاهين افندي، ان شاء الله يوم السبت الجاي نتقابل في المحكمه الصبح بدري. لا مؤاخذه، انا اصلي على موعد عمل ولازم استعد له. انا ساعه ما شفت شوكت بيه خارج من مكتبك وحضرتك بتوصله، اقول لك الحق، صدمت، الدنيا لفت بيا. تفهم حضرتك ان شوكت بيه زبون عندي في المكتب؟ هبقى رافع عليه قضيه وهو زبوني؟ وده معقول الكلام ده يا شاهين افندي؟ يمكن. لا طبعا مستحيل. شوكت بيه كان جاي مع زبون ليا في موضوع خاص بيهم، ما لهمش علاقة مطلقا بموضوعنا. وده معقول برضو يا شاهين افندي؟ لا 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 لا، ما يصحش حضرتك ابدا تفكر بالشكل ده. وان شاء الله يوم السبت الجاي نتقابل في المحكمة. يا ترى يا سي شاهين ايه اللي اخرك في المحكمه لحد دلوقت يا نجيه؟ نجيه هي يا اختي الوليه دي بتختفي تروح فين؟ انت يا وليه؟ نعم يا اختي نعم. عمال اناديلك من الصبح وانت قاعده على ودانك، بتروحي تختفي فين؟ فهميني. الراجل بيلالي بالصوت، مش قادره اسيبه، تعبان قوي. وانا كمان تعبانه قوي، وكنت جايه اشكي لك وفضفض عن هم شويه. قولي لي يا اختي، صحيح ان حنسيب البيت الكبير من اول الشهر ونسكن في شقه في الدقي؟ ومين اللي قالك الكلام ده؟ ايه انت هتخبي عليا ولا ايه؟ ست الحسن هي اللي قايله، قطلت على حجازي ديك النهار كتر خيرها وقالت ان عمها اجر لها شقه في الدقي من اول الشهر. لكن احنا يا ترى هنروح معاها؟ بس يا وليه بلاش تخريف، حد يقدر يطردنا من البيت؟ اهي ست الحسن اللي بتقول. حد بيسقف، روحوا شوفي مين بيسقف. اوان. حاضر حاضر. ايوه ايوه، مين اللي بيسقف؟ يا لهوي، ده سي شاهين نازل من التاكسي مسمدينه. عنك انت يا اخويا، عنك انت، كتر الف خيرك، سلامتك، الف سلامه ليك يا سي شاهين، الف سلامه. مالك يا سي شاهين؟ بعد الشر عليك، الف بعد الشر. لا ولا حاجه، ما تتخضوش. الحمد لله على كل حال جت سليمه. قربي لي الكرسي ده يا نجي. قربي. اتفضل. روح هاتي كوبايه ميه بسرعه. حاضر حاضر. انا فعلا عطشان وريقي ناشف. ايه اللي حصل يا شاهين؟ طمني. ابدا ولا حاجه، انا خارج من المحكمه وفجاه على الرصيف طبيت وقعت من طولي، ما دريتش بنفسي. الميه يا سي شاهين. اتفضل. هاتي يا نجي هاتي. دي باين ست الحسن هي اللي جت. ايوه هي. سعيده جدا. ازيك يا جدي؟ ازيك يا دادا فاطمه؟ الله يسلمك يا بنتي. ايه مالك، في ايه؟ وهو خارج من المحكمه، اغمي عليه. يا خبر، وبعدين يا جدي؟ يا اولاد الحلال كتير، خدوني على اجزخ انا قريبه من المحكمه، والدكتور الله يستر فوقني، خدت تاكسي وتني جاي. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. وايه اللي حصل في القضيه يا جدي؟
المحكمة رأت إن شوكت بيه أولى بالوصاية عليك من غيره، وكل تصرفاته معاك سليمة بالقلم والورق والمستندات. ومعناته إيه الكلام ده؟ المعنى واضح، ولازم من أول الشهر ننفذ أوامر شوكت بيه ونسيب البيت الكبير وكل حي يروح لحاله. يا جدي أنا رحت شفت الشقة ولقيتها كويسة مش بطالة، ممكن نعيش فيها كلنا، أوضتين وصالة والسطح قدامها كله فاضي. هو عمك هيسكننا في سطح على آخر الزمن؟ هي حصلت لحد كده يا بنتي؟ ده مش سطح يا دادا فاطمة، دي شقة في آخر دور في عمارة جديدة وقدامها بقية السطح فاضي، يعني ممكن نعمله فراندا كبيرة خالص نستعملها صيف وشتاء. قوم يا سي شاهين استريح في قطك، قوم. أيوة قوم اتمدد على السرير بدل قعدتك كده تعبان. هي الدنيا تقلب حالها كده ليه يا أخواتي؟ ليه بس يا دادا فاطمة؟ ده كلام برضو يا بنتي تقوليه؟ نسيب بيتنا بيت العيلة ونروح نسكن في سطح؟ على كل حال يا فاطمة ست الحسن معاها حق، ما عليش نسيب البيت الكبير بس ما نسيبش القضية. وهو عاد فيه بعد كده قضية؟ أمال الحق ما يضيعش وراه مطالب. وبكرة تشوفي. عزيزي المستمع، إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية من مسلسلة ست الحسن التي يكتبها عبد القادر التلمساني ويخرجها لكم علي محمود.